أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. من موقع يمن مونيتور يكتب: جبل في تعز من أجل السيطرة عليه، يضحي الحوثيون بالعشرات من عناصرهم. الموقع بوست ينقل عن موظفين في دمار: الانقلابيون رفضوا إبلاغ الحكومة الشرعية بأسمائنا. ومن موقع عدن تايم: ناد رياضي في عدن يفقد أحد لاعبيه في معارك المخا. وفي أكثر الأخبار قراءة في البي بي سي: فنان أمريكي ينفق 2 مليون دولار شهريا ويشكو صعوبة الحياة. أهلا بكم. يتحدث موقع يمن مونيتور عن إحدى المناطق الجغرافية التي تحولت إلى خط مواجهات، ويعنون الموقع: هجة العبد، حكاية معركة معلقة بين محافظتين يمنيتين. ويقول الموقع: هجة العبد منحدر جبلي في مديرية المقاطر الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، منحدر شاهق يربط بين مديرية الشمايتين وقلب مديرية المقاطرة قبل أن يمتد جنوبا باتجاه محافظتي لحج وعدن جنوبا. ويتابع الموقع متحدثا عن ذات المكان: إنه شريان الشرعية الذي ظل محافظا وبعيدا عن السيطرة منذ الوهلة الأولى للانقلاب، ففي 21 من مارس من العام 2015 فشل الحوثي وصالح من الوصول إلى رأس هيجة العبد. ويتذكر مواطنون الليلة الأولى لقدوم الحوثيين إلى هجة العبد، وكما يقول أحد المواطنين: كانت ليلة لا تنسى، سقط فيها العشرات من الحوثيين وقائد كبير في صفوفهم، واستشهد 2 من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجرح آخرون. موظفون في دمار يتحدثون للموقع بوست عن معاناتهم اليومية في انتظار رواتبهم أمام المصارف، ويقول أحدهم: ننتظر رواتبنا أمام مكتب البريد وليس معنا أي دخل غير الراتب، ننتظر معاشاتنا من أجل أبنائنا. نفس الحال ينطبق على عشرات التربويين والمعلمين، حيث أجرى الموقع بوست حديثا مع أحد معلمي مدرسة الكوفة وسط المحافظة، والذي قال: ديوني أصبحت كثيرة وأصحاب الحقوق يطالبون بحقهم، وأنا معلم ولا أملك أي عمل آخر، وأعتمد على راتبي في معيشتي، وأسكن بيتا بالإيجار، وكثيرا ما يهددني مالك المنزل بالطرد. مصدر بمكتب التربية والتعليم في دمار قال للموقع إن ميليشيات الحوثي رفضت إرسال الكشوفات الخاصة بمعلمي المحافظة للحكومة الشرعية لصرف المرتبات حتى اللحظة. وأضاف المصدر أن الانقلابيين هددوا من يحاول إرسال الكشوفات إلى الحكومة الشرعية بالاعتقال. فراغات الحرب في اليمن. تحت هذا العنوان كتب علي الجرادي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء منه: في اليمن تخوض السلطة الشرعية حربا في مواجهة الانقلاب، وتكسب كل يوم رقعة جديدة على الأرض، تحقق انتصارات سياسية واقتصادية موازية لانتصارات عسكرية. وكمتلازمة لأي حروب وانتقالات بين سلطة ذاهبة وأخرى تتشكل، تنشأ فراغات قاتلة تجذب إليها الأدوات المنفلتة. هذه الفراغات الناتجة عن تحرير الأرض وانشغال الجيش الوطني في مهمات متابعة التحرير تشير إلى مهمة الحكومة اليمنية كمسؤولية مباشرة وتعاون القوى السياسية والمنظمات المدنية. يجب أن تملأ مناطق الفراغات وبسرعة قصوى بحضور السلطة الشرعية أياً كان لون أو شكل هذه السلطة، طالما وهي تحمل رمزية تمثيل الدولة اليمنية. ستكون مسؤولية التحالف العربي والسلطة اليمنية التوقف عن أي دعم مالي أو معنوي لأي حزب أو طرف أو شخص أو جماعة، أو تشكيل لجان خارج إطار المؤسسات الرسمية. هناك تجارب سابقة نجحت دولها في التحرير من غزاة أو بغاة محليين، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال ولم تكن بحجم التضحيات بسبب غياب السلطة الجامعة. الحكومة اليمنية مطالبة بالتفرغ لملء فراغات التحرير، وعلى الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام الدعم والتشجيع والتذكير بهذه المهمة،
لينجو اليمن من أي آثار جانبية للتغافل عن هذه المهمة أو تأجيلها. تركوا منازلهم ولم يأخذوا منها شيئا، نجوا بحياتهم من ويلات ميليشيا الحوثي وسجونها، وحين حطت بهم الرحال في منطقة حريب كنازحي حرب لحقتهم قذائف الحوثي. ووفقا لموقع المشاهد نيد، فقد سقط عدد من القتلى بينهم أطفال ونساء من النازحين في منطقة حريب نهم شرق صنعاء إثر قص مدفعي لجماعة الحوثيين استهدف مخيما لهم في المنطقة. ويضيف الموقع: تعيش عشرات الأسر في مخيم حريب نهم شرق صنعاء باتجاه محافظة مأرب بعد وصول الحرب والمواجهات بين الجيش والحوثيين إلى مديرية نهم مطلع العام الماضي. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي أورد العديد من العناوين بينها: موظفو شركة النفط ينددون باستمرار سلطات الانقلاب في تدمير الشركة ونهب أموالها ويلوحون بالاحتجاجات. وعنوان أيضا: الحكومة اليمنية تقول إنها ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن التدخل الإيراني وتهريب السلاح. وعنوان آخر من تعز: تقرير يتحدث عن مقتل 142 شخصا وإصابة 477 آخرين في تعز خلال يناير الماضي. ومن محافظة إب: مقتل ضابط رفيع في الجيش برصاص مسلحين بسبب خلافات على أراضي في إب. إله المذبحة، تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في مدونة الجزيرة، وقال في جزء من مقاله: لم يكن هتلر سوى مهرج ديماغوجي. عندما قالت نيويورك تايمز عام 1922: لا تأخذ كلامه على محمل الجد، ستدفعه الحقائق إلى تغيير سلوكه فور وصوله للسلطة. مهرج الأوبرا الهزلية، أو البعبع المقيم في رؤوس خصومه بتعبير الروائي الإنجليزي ويلز، تسبب في موت أكثر من 50 مليونا. بين أمريكا الضائعة كما قدمها ترامب في حملته الانتخابية وأمريكا القوية التي يتخيلها، ضربة واحدة على الطاولة. اشتكى علانية من أن المكسيك لا تبدي قدرا كبيرا من الاحترام لبلده، كما لو أنه يريد أن يرى الشعوب والساسة يرتجفون لمجرد ذكر اسم بلده. سألتني جارة ألمانية في منتصف العمر ما إذا كنت أوافقها على فكرتها، قالت إنها تهجس بالسفر إلى أمريكا والالتحاق بالمظاهرات المناهضة لترامب هناك. لا بد من إيقافه، من الضغط على فرامله، وإلا فلا فائدة. لا يزال الألمان المعاصرون يحتفظون في رؤوسهم بالقصة الكاملة، فهي تروى عليهم مرارا. سيبعد ترامب كل الموظفين الكبار الذين سيقولون له لا أو سيترددون، ثم سيستبعد أولئك الذين يسدون إليه النصائح أو يقولون لكن، ثم سيأتي بآخرين مستعدين لخدمته حتى يشعر بالرضا. فلا شيء أسوأ في عالم اليوم من فقدان وظيفة جديدة. موظفو ترامب الجيدون سيعملون على تشكيل فرق عمل خاصة بهم بمواصفات تتسق مع المشروع الترامبي. سيحرص موظف رفيع على خدمة مولاه حتى لا يخسر وظيفته. فالبدلاء كثيرون في عالم النيوليبرالية المترامي الأبعاد. ستتفرع شجرة الموظفين حتى الأطراف. في عالم إدارة اليوم ستوافق كل ورقة في الأطراف في قياساتها ومواصفاتها أحلام الرجل المركزي الجذر الأكبر إله المذبحة. لن يمضي وقت طويل حتى تكون أمريكا قد صارت ترامبية، مهرجة ومخيفة ومنفلتة، وتجر العربة إلى الحافة. موقع الوحدوي نت تابع الحركات الاحتجاجية لأساتذة الجامعات الواقعة تحت سلطة ميليشيا الحوثي، وعنوان: نقابة تدريس جامعة صنعاء ترسل كشوفات المرتبات إلى وزارة المالية بعدن. وكشف مصدر نقابي أن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أرسلت كشوفات الأكاديميين والعاملين في الجامعة إلى حكومة بن دغر. واستغرب المصدر تخلي رئاسة الجامعة عن واجبها ودورها تجاه منتسبي الجامعة، خاصة وأن الحكومة في عدن أعلنت صرف الرواتب في حال استقبالهم الكشوفات الخاصة بمؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى، أقرت
كلية العلوم في الجامعة تأجيل الامتحانات إلى أجل غير مسمى نتيجة رفض أعضاء هيئة التدريس تسليم أسئلة الامتحانات التزاما بالإضراب. الرياضة تنزف أرضا وكوادر، حيث نعى فريق القطيعي بكريتر عدن لاعبه محمد أحمد علي الفضلي الشهير بالشدادي الذي استشهد في جبهة المخا. وأكد مدرب فريق القطيعي الكابتن أيمن عقلان لموقع عدن تايم أن الشدادي استشهد خلال المعارك القوية مع الحوثيين في المخا، وهو هو وأربعة من زملائه. ويتابع الموقع: لعب الشدادي عددا من المباريات مع نادي القطيعي على ملعب الهوكي وعدد من الملاعب في محافظة عدن. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في حوار خاص مع العرب الجديد عند إجابته على سؤال هل تم طلب وديعة نقدية من دولة قطر، قال إنه خلال لقاء الرئيس هادي بأخيه أمير دولة قطر طلب أن يكون هناك وديعة قطرية تقدر بنحو مليار دولار أو أكثر، والآن الموضوع يدرس ليتم الاستفادة من الوديعة في دعم العملة اليمنية واستقرارها. وردا على سؤال المخلافي حول المناطق الآمنة في اليمن وهل كان هناك تشاور مع الحكومة الشرعية مسبقا بهذا الخصوص، قال أود أن أوضح أن كل اتصالاتنا ومعلوماتنا تقول أن هذا الأمر كله مجرد خطأ صحفي. وفيما يتعلق بخطة جون كيري، قال المخلافي في الفترة الأخيرة قدم جون كيري خطة من أجل ما سماه بالسلام، نحن نسميها خطة كيري التي قدمت من خلال المبعوث الأممي وقد رفضتها الحكومة اليمنية، وربما أراد السيد كيري في نهاية فترته أن يحقق ولو نجاحا واحدا في اليمن بعد الفشل في سوريا. هل سيكون للحوثي وعلي عبد الله صالح مكان في يمن المستقبل؟ هكذا تساءلت صحيفة العرب الجديد ما رد المخلافي. فكان صالح منذ أن قامت الثورة عليه أصبح من الماضي، لكنه كان يمتلك أدوات إعاقة المستقبل. إما أن يكون جزءا من المستقبل فهذا لن يسمح به شعبنا مطلقا بعد هذه التضحيات الضخمة. أما بالنسبة للحوثي كجماعة فقال الوزير إنه إذا سلموا السلاح وتحولوا إلى حزب سياسي هم مكون يمني، لكن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وعليهم عقوبات أممية بموجب القرارات الدولية بمن فيهم عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي، مثل هؤلاء الأشخاص من الطبيعي ألا يكون لهم مكان. تقول صحيفة القدس العربي في تقريرها الخاص عن اليمن إن الأنظار تتجه نحو تحرير محافظة الحديدة بالكامل. وقالت مصادر سياسية للقدس إن الأنظار تتجه بقوة خلال الآونة الأخيرة نحو محافظة الحديدة لما لها من أهمية بالغة على الصعيد العسكري والاقتصادي واللوجستي لليمن والحكومة الشرعية، حيث ما زال الانقلابيون يستفيدون من المميزات الهامة التي تتمتع بها المحافظة حتى الآن. وأوضحت أن المحافظة تعتبر الميناء البحري اليمني الأقرب إلى عاصمة صنعاء، والتي استغلها الانقلابيون الحوثيون وصالح خلال الفترة الماضية لاستيراد البضائع والأسلحة المهربة وكذا الاستفادة من العائدات المالية. وقالت الصحيفة إن القصة الصاروخي الحوثي على الفرقاطة السعودية أعطى مبررا كبيرا لقوات التحالف لضرب الميليشيا الانقلابية وتطهير المحافظات الساحلية منها وفي مقدمتها محافظة الحديدة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت بالشأن اليمني: واشنطن تبحث خطة لمنع إيران من تهريب السلاح لليمن. وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية كشف عن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات جديدة ضد إيران فيما يتعلق بملفي تهريب إيران أسلحة إلى اليمن والبرنامج النووي، ومؤكدا أن البيت الأبيض يعي تماما المحاولات التي تقوم بها طهران لاستهداف السعودية.
وقال فارس إن ترامب سيعرض على الكونغرس كيفية التعامل مع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مشيرا إلى أن إطلاق الصواريخ باتجاه البحرية الأمريكية جذب الانتباه للخطر على الملاحة الدولية. الكاتب الفلسطيني الدكتور فايز رشيد كتب مقالا في صحيفة القدس العربي تحت عنوان نعم نحن من سيغير وجه المنطقة ويكتب تاريخها، تحتها تحدث فيه عن ما يرسم أو يرسم للمجتمع العربي ويخطط له. لعل شاعرنا محمود درويش لو كان حيا لقام بتغيير كلمات بيت شعره من قصيدته طوبى لشيء لم يصل من القول مرحلة بأكملها أفاقت ذات موت من تدحرجها على بطن الهزيمة إلى مرحلة بأكملها استمرت ذات موت في تدحرجها إلى بطن الهزيمة. ذلك أن أمتنا العربية تعيش مرحلة من أسوأ مراحل تاريخها، انكفاء كل دولة على ذاتها، انكسارات متتالية، تمزق في وحدة النسيج الاجتماعي للشعوب، بعضها يعيش تناقضات تناحرية، صراعات دامية تهدد بتقسيم البلد الواحد إلى دويلات طائفية وإثنية متحاربة، وجود إمكانية فعلية لتقسيم كل من العراق وسوريا وغيرهما كاليمن وليبيا والسودان، كما تهديدات جدية بنقل الصراعات إلى أقطار أخرى جديدة. الأكثر غرابة أننا لا نقرأ حتى عن المخططات المنشورة علانية لتقسيم الوطن العربي إلى 52 دويلة، هذا ما خططه المفكر الصهيوني البريطاني الأصل برنارد لويس والمسمى باسمه. لقد أفاد لويس الدوائر الغربية بتفصيلات تشريح وتقسيم الدول العربية، حيث وصفه الصهيوني مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق بول وولفويتز قائلاً لقد تمكن لويس في شكل باهر من وضع علاقات وقضايا الشرق الأوسط في سياقها الأوسع وبفكر موضوعي وأصيل ومستقل دوماً. لقد علمنا برنارد كيف نفهم التاريخ المعقد والمهم للشرق الأوسط وكيف نستعمله لتحديد خطوتنا التالية لبناء عالم أفضل لأجيال عديدة. إلى أكثر الأخبار قراءة في شبكة البي بي سي، والذي تحدث عن فنان ثري يشكو صعوبة حياته وعنونت الشبكة مشاكل النجم الأمريكي جوني ديب المالية بسبب إنفاقه مليوني دولار شهرياً. وقال مديرو أعمال النجم الأمريكي جوني ديب إن السبب وراء المشاكل المالية التي يعاني منها هي حياة البذخ والترف التي يعيشها، إذ ينفق مليوني دولار شهريا. ويقاضي ديب مديري أعماله لسوء إدارة شؤونه المالية، ويزعم مديرو أعمال نجم هوليود أنه أنفق أكثر من 75 مليون دولار على شراء 14 منزلا وثلاثة ملايين دولار على استخدام مدفع لإطلاق قذيفة تحتوي على رفات الكاتب الراحل هانتر تومسون في الهواء. ورفع فريق إدارة أعماله دعوى مضادة بعدما رفع نجم فيلم قرانصة الكاريبي دعوى قضائية تطالب الفريق بدفع 25 مليون دولار، وقالوا إن ديب هو المسؤول مسؤولية كاملة عن أي مشاكل مالية يواجهها، لقد رفض أن يعيش في حدود إمكانياته رغم التحذيرات المتكررة حول وضعه المالي. إلى صحيفة البيان، والتي عنونت في أخبارها الدولية ترامب يفاجأ اللاجئين بقرار جديد. وقالت الصحيفة رغم قراراته الأخيرة بمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة ووقف استقبال اللاجئين أو للاجئي سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على استقبال مئات اللاجئين التزاما باتفاق سابق مع أستراليا. وبعد إعلان الولايات المتحدة منع دخول مواطني 7 دول مثل سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا والصومال وإيران من دخول أراضيها، قرر ترامب وبشكل مفاجئ استقبال أكثر من 1000 لاجئ من مركز أسترالي للاجئين على إحدى جزر المحيط الهادئ. العالم والفيلسوف الأمريكي وصاحب كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير فرانسيس فوكوياما كتب عن مرحلة ترامب وعن تحديات تواجه العالم، وقال في جزء من مقاله المنشور
يعتقد الأمريكيون بعمق في شرعية نظامهم الدستوري إلى حد كبير، بسبب أن ضوابطه وتوازناته تم تصميمها لتوفير ضمانات ضد الاستبداد والتركيز المفرط للسلطة التنفيذية. ولكن هذا النظام في نواح كثيرة لم يتم تحديه من قبل قائد متأهب لتقويض أعرافه وقواعده المعمول بها حاليا. الرئيس ترامب يختلف تقريبا عن كل واحد من الرؤساء الذين سبقوه في مجموعة متنوعة من الطرق المهمة. أظهرت حياته المهنية تصميما أحادي التفكير لتحقيق أقصى قدر من المصلحة الذاتية والالتفاف على القواعد كلما وقفت في طريقه، على سبيل المثال عن طريق إجبار المقاولين على مقاضاته حتى يدفع ما يدين به إليهم. وقد هاجم ترامب النخبة بأكملها في واشنطن بما في ذلك حزبه بأنها جزء من عصابة فاسدة يأمل في أن يطيحها. أخطر انتهاكات السلطة هي تلك التي تؤثر في مساءلة النظام في المستقبل. ما فعله الجيل الجديد من القوميين الشعبويين مثل بوتين وشافيز في فنزويلا وأوربان في المجر هو تهيئة الساحة للتأكد من أنه لا يمكن إزالته من السلطة في المستقبل. كانت هذه العملية جارية بالفعل لبعض الوقت في أمريكا من خلال التلاعب في تقسيم المناطق الانتخابية بقصد الحصول على أغلبية الأصوات في الكونغرس، أو استخدام قوانين هوية الناخب لحرمان الناخبين المحتملين للحزب الديمقراطي. اللحظة التي يجري فيها تهيئة الساحة بحيث يصبح من المستحيل تحقيق المساءلة تكون ممكنة عندما يتحول النظام من كونه نظاما ديمقراطيا ليبراليا حقيقيا إلى نظام سلطوي انتخابي. التقطت عدسة صورا احترافية لمجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و13 عاما رغم صغر سنهم للاشتراك بمسابقة أقامتها ناشونال جيوغرافيك حول العالم، وفازت صورة لفرخ دجاج التقطها طفل بعفوية متفوقا بذلك على 46 ألف صورة مشاركة. نتابع معكم هذه الصورة من صحيفة الإمارات اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.